هو أحد أبناء الأهل المخلصين وصخرة دفاع القلعة الحمراء في الثمانينيات حتى بداية التسعينيات، حينما قرر اعتزال كرة القدم في عام 92 لعدم رغبته في اللعب خارج أسوار قلعة الجزيرة. هو محمود صالح. ساهم محمود صالح طوال مسيرته مع النادي الأهلي في فوز فريقه ب16 بطولة محلية وقارية، وكان وتداً في خط دفاع الأهلي والذي دافع عن ألوان قميصه حتى اللحظات الأخيرة في الملاعب. لم نسمع عنه يوماً اختلاق أزمات أو مشاكل، وكان حب الأهلي وجماهيره غايته. محمود صالح يروي العديد من ذكرياته الجميلة عن اللعب في صفوف المارد الأحمر، وكيف دافع هو وأبناء جيله عن الفانيلة الحمراء وعن اللحظات الصعبة التي عاشها عند قرار اعتزاله عام 1992. النادي الأهلي عند محمود صالح والعديد من أبناء جيله لم يكن مجرد ناد يلعبون في صفوف فريقه، بل كان بيتاً وكياناً يحملون اسمه ويدافعون عنه ويرفعوا كؤوس بطولاته. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة يعني بيخيل لي أن الكلام اللي تعرفنا عليه من خلال هذا التقرير بيدينا فكرة كافية جدا ووافية جدا، مش بس عن كابتن محمود صالح نجم النادي الأهلي الأسبق اللي منورنا ومشرفنا بوجوده معنا في الاستوديو النهاردة، ولكن عن كل لاعب في كل جيل من الأجيال المتعاقبة في النادي الأهلي، كل واحد منهم على حدة، وطبعا لا سيما كابتن محمود صالح كان ليه إسهامات مهمة جدا، ساعد على كتير جدا من انتصارات النادي الأهلي، وبطبيعة الحال ليه عند النادي الأهلي الكثير والكثير من الذكريات الجميلة هنتعرف عليها كلها من خلال وجوده معانا. كابتن محمود صباح الفل على حضرتك ويا روايح الزمن الجميل. نورنا. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا كابتن، نورنا في 10 الصبح. وأنا مش عايز أبدأ غير بالذكريات بقى، يعني نبدأ من المحور ده، مش عايزين نبدأ من المباراة والدوري بتاع، هنيجي للنقاط دي، بس نبدأ بالذكريات. وزي ما كريم قال كده في الانترو، هو جيل جميل وأسماء عظيمة وأكيد ليها كواليس وقصص كمان حلوة، حابين نعرف من حضرتك. أكيد طبعا، ما فيش شك. احنا أنا بدأت اللعب في موسم 82 واعتزلت في 92، يعني تقريبا 12 سنة الحقيقة لعبتهم في النادي الأهلي، وشاركت بشكل أساسي الحمد لله، ويعني والحمد لله ما كانش في إصابات وكده، كنت دايما ببقى مستمر في المباريات الحمد لله. جيل بتاعنا ده هو اللي حقق لقب القرن على مستوى الأفريقي الحقيقة، وده دايما حاجات بنهتز بيها، بالإضافة طبعا للبطولات المحلية اللي احنا حققناها. كان ليا الحظ طبعا ان انا لحقت جيل السبعينات، يعني كان كلهم نجوم الحقيقة، يعني بداية من كابتن ثابت، كابتن كرامي، كابتن ماهر همام، وكابتن مصطفى يونس، مش عايز انسى حد، وكابتن الخطيب طبعا، وكابتن مصطفى عدو، يعني الحقيقه كانت جيل كبير قوي. ودخل بقى جيل الثمانينات، احنا كان المجموعه اللي ابتدى يلعب مثلا كان في طاهر ابو زيد وعلاء ميوب وسام عرابي وشوبير وربيع ياسين زكريا ناصف، ومجموعه كبيره، ده الجيلين اقوى من بعض. الحمد لله احنا يعني حظنا كويس ان احنا بدأنا مع جيل قوي الحقيقه وجيل مميز، وفي نفس الوقت المجموعه بتاعتنا كانت مجموعه كويسه، والحقيقه قدرنا يعني نحقق بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وطبعا ويبقى اللقب الافريقي هو طبعا الاكبر والاميز طبعا بالنسبه لنا. حلو جدا. طيب يعني هل حضرتك لاحظت ان في تغيرات طرأت على النادي الاهلي، على اللعب في النادي الاهلي، على فريق النادي الاهلي، على روح الفانيلا الحمراء، ولا هي نفس الروح من ابتداء من الفتره حضرتك كنت بتلعب فيها لغايه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي؟ لا، يمكن الاجيال بتاعتنا من الحقيقه ما كانش في احتراف، ف هتلاقي اللاعب دايما يمكن بيبدا من بدايه حياته كلاعب لحد ما يعتزل بيبقى موجود جوه النادي الاهلي، فدي يمكن بتخلي الاجيال مرتبطه بشكل كبير بالنادي ما فيش شك. حتى احنا لما دخلنا على الاجيال اللي هي جيل السبعينات ده، نجوم كبار ومتواجدين في النادي الاهلي، في لعيبه لعبت 10 سنين و12 سنه و15 سنه، فاعتقد دي يمكن بتخلي الاجواء والروح والارتباط بالنادي وارتباط بالمكان بتبقى اكبر شويه. انت داخل على ناس قدام يعني وانت صغير طفل اتفرجت عليهم، كنت بتتمنى طبعا تكون في وسطهم، فانت السنين كلها قاعد سنين طويله بتتفرج على نفس التشكيله دي، فلما بتخش معاهم بيبقى طبعا دول يعني قامات كبيره وليهم اسم كبير وحاجه يعني نكن لهم كل التقدير والاحترام، فانت بتبقى اعتقد دي بتديك دفعه شويه انك تبقى ليك دور مع الجيل ده. يمكن الاحتراف شويه بيبقى فيه تغيير من سنه لاخرى، ولاعيبه اجانب بتدخل ولاعيبه بتمشي ولاعيبه بتيجي، يمكن التركيبه بتختلف شويه من سنه لاخرى.
لا دي بتقعد 10 سنين من اللعيب بيلعب و15 سنه بيلعب، وانت طول فتره وانت طفل لحد ما تبتدي على 20 سنه او 18 سنه تدخل الفريق الاول، انت شايفهم قدام عينيك ودول بيمثلوا مثل وقدوه ليك، فالارتباط اكتر، الارتباط بالنادي اكتر، بتبقى عارف انك داخل النادي الاهلي عايز تلعب اكبر فتره ممكنه، مفيش بقى اغراءات ماديه انك تحترف في الخارج او في نادي اخر او مش موجوده دي، فدي اعتقد دي بتخليك تبذل مجهود اكبر، تحاول تحقق اكتر، عندك نماذج قدامك و يعني ناس بيمثلوا لك قدوه ليك وبتاع، لا الارتباط بيبقى افضل كتير يعني. طب هل الارتباط مع ان هو افضل كتير، بعض القدياره مثلا لما العب او اخش فريق وفي قامات كبيره زي كده ممكن يبقى كمان الموضوع صعب، مش فكره صعب ان انا محتاجه اعمل يعني افورت اكتر او مجهود اكتر، لا هو صعب لان ممكن البعض بيقول انا مظلوم وسط العمالقه دول، هل حضرتك شعرت بده شويه؟ هو طبعا هي صعبه جدا طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني كلام حضرتك مظبوط، بس احيانا بيبقى اللاعب بيبقى احنا اللي طالع ده صغير يعني داخل على الفريق جديد، ممكن بتبقى ظروفه افضل، عنده يعني حظ اوفر، فبيخش مثلا بيبقى اللاعب قرب على الاعتزال او يعني سنه كبير، فدي ممكن تتيح فرصه ليك، يعني على سبيل المثال مثلا لو قلنا في حراسه المرمى كان موجود الكابتن ثابت وكابتن خالد، كان صعب حد يدخل، فدي يمكن هيدخل فيه صعب بالظبط بالظبط بالظبط، يمكن يعني الكابتن احمد شوبير يمكن يعني لعب بعدهم يعني استمر بدا مسيرته معاهم، يمكن دي يمكن خليته يتاخر شويه في اللعب، الكابتن احمد شوبير لعب في 84 كان عنده 24 سنه يعني اول مباراه رسميه لعبها مع النادي الاهلي، هي دي بس يمكن بتاخر شويه بس ما فيش شك ان اللي بيحط رجله بيحط رجله عن جداره يعني اكيد اكيد صحيح. طيب حضرتك شايف فرص النادي الاهلي واصله لفين في بطوله مهمه جدا وهي كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله ستقام في قطر في الفتره من 1 ل 11 فبراير، شايفنا فين في كاس العالم للانديه؟ احنا حققنا قبل كده المركز الثالث، ده افضل مركز حققناه الحقيقه، واعتقد لعبنا 6 مرات تقريبا في بطوله كاس العالم، يعني ارجو نكون كلامي مظبوط، نتمنى يعني لو قدرنا نوصل النهائي اعتقد ده في حد ذاته يكون انجاز كبير لينا، هي دايما بالطموح التراكمات يعني اللي انت حققته دايما بتفكر انك تحقق بقى حاجه افضل منه، طبعا طبعا الاهداف طبعا بتوصل لهدف وتبقى عايز تحقق هدف اكبر تاني، اتمنى نوصل المباراه النهائيه واعتقد ده هيكون انجاز لنا باذن الله ان شاء الله. طيب ان شاء الله هنرجع لبرده النقطه دي، وخلينا بس دلوقتي نروح ليك فكره بقى المباراه النهارده ومع البنك الاهلي، يمكن احنا كان معانا تليفون انا وكريم مع دكتور بيومي وشرح لنا الى حد كبير برضو ادانا تفاصيل عن الفرقه بتاعتنا وكمان فرقه البنك الاهلي، وزي ما بنقول يعني هي ممكن تكون تنافس بعيد الى حد ما، ولكن احنا بنتوقع برضو مباراه قويه، يعني اكيد هتكون مباراه برضو قويه، فحضرتك رؤيتك النهارده كده الماتش هيكون فيه الى حد ما هجوم من البدايه، هيكون فيه دفاع مثلا البنك الاهلي، خلينا نعرف. هو طبيعي اي لاعب في اي نادي بيجي له فرصه ان هو يبقى في مقابله مع النادي الاهلي في مباراه اعتقد بيبذل اقصى جهد، المباراه طبعا فيها اهتمام، بيلعب ضد فرقه كبيره ونجوم كبار، فطبيعي بيبذل اقصى جهد، فطبيعي دايما الفرق خصوصا الفرق الصغيره دي هتلاقي بتلعب بمستوى يمكن هتلاقيها مستوى افضل من المباريات اللي فاتت دي. يمكن دي بتمثل صعوبه للنادي الاهلي، انما هو في النادي الاهلي برضه في النهايه قادر اعتقد بامكانياتنا والروح اللي عندنا وامكانيات لعبتنا اعتقد والهدف الكبير اللي احنا عايزينه، احنا طول عمرنا بنلعب على البطولات دايما، فاعتقد باذن الله يعني ان شاء الله في فوز ان شاء الله. حلو. بس مش سهل طبعا. هو مش سهل وخصوصا كمان ان كابتن محمد يوسف يعني احنا عارفين ان هو برده احد ابناء النادي الاهلي، هو فاهم في يعني فاهم النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي وتفكير النادي الاهلي، فربما دي النقطه اللي ممكن نتكلم فيها بتمثل يعني. صعوبه هو تولى قبل كده كمدير فني وعارف امكانيات الفرقه وعارف الاجواء واكيد درس اللعيبه ونقاط الضعف ونقاط القوه كل ده، وطبعا احنا كلنا بنتابع حتى لو بعاد عن التدريب بس بنتابع الفرقه، هو اكيد بيتابع اكتر وبيحلل اكتر، وخصوصا ان هو هيبقى في مواجهه مباشره بينه وبين النادي الاهلي، فاكيد هيبذل اقصى جهد واكتر تحضير. طالما حضرتك بتتابع باستمرار في متابعاتك الفتره اللي فاتت وحضرتك كنت يعني نجم من نجوم الدفاع في النادي الاهلي في فصل يعني في مرحله الثمانينات، كيف ترى دفاع النادي الاهلي في الوقت الحالي وخصوصا مع وجود نماذج زي بدر بنون وغيره؟ هو طبعا في البدايه بدر بنون اعتقد بيمثل اضافه، يعني دخل في الفورمه الرياضيه بشكل كويس، البدايه دلوقتي كانت في صعوبات شويه، يمكن هو العامل النفسي التعود
الاجواء متغيره بالنسبه له، احساسه ان هو في اختبار، انما قدر يثبت وجوده. بس الحقيقه ما حسسناش باي في البدايه خالص. قد يكون لا يعني. طبيعي طبيعي، هو في البدايه ما بيجي يدخل اي لعيب بيخش على فرقه كبيره بتلعب على البطولات اكيد بيبقى في نوع من مش عايز اقول توتر، هو طبعا اسم كبير وله تاريخ، انما هو دي هتخفف شويه الـ يمكن ده شفناه مع والتر بواليا لحد دلوقتي برضو. انا حاسه ان هو مضغوط الى حد ما، اللاعب قوي جدا يعني وعمل اداء كويس قوي مع الجونه، ولكن هو يمكن دلوقتي في توتر عشان التركيز زي ما حضرتك بتقول. هي بتاخدش وقت. بس نقطه كريم فعلا صح، يعني بدر بنون يمكن من اللعيبه اللي ما خدوش وقت عشان يندمجوا ويرتاحوا في النادي الاهلي ويادوا كمان، يمكن ده راجع برضو اكيد للجهاز الفني وراجع للعيبه ان هم كانوا حريصين ان هم اي لاعب جاي من الخارج ان هم يحسوه كده. بالظبط، بس احنا مكانش احنا موجودين في المهنه يعني في الاجواء دي، مجرد احساس بس انا طبعًا. يعني كان عندي احساس ان هو محتاج يعني في البدايه ماتش ماتشين بيحس صح كبدايه على فريق كبير واسم كبير وبطل افريقيا واكبر نادي في افريقيا، فيمكن في البدايه بتبقى هو ما ظهرش في الاداء يعني في توتر او اثرت على المستوى، ده احساسي يعني. ايوه هو الدليل انه هو في تصاعد الحياه في مستواه واثبت وجوده وبقدم بشكل كويس، واعتقد ان شاء الله هيكون مكسب كبير للنادي الاهلي. هو كابتن محمود يعني طبعا اكيد الخطط بتتغير وطرق اللعب بتتغير، لكن هل طرق الدفاع بتتغير؟ يعني الخطه ككل بطبيعه الحال بتتغير طبقا لتغير الخصم وطبيعه المباراه وكل ملابساتها، ولكن هل الدفاع بيبقى ثابت ولا حتى الدفاع كتفصيله بيبقى له متغيرات هو كمان؟ هو يعني كناحيه خططيه في ناحيه خططيه دفاعيه بالفريق ككل وفي خطط دفاعيه برضو فرديه يعني دي بقى اللي بسال حضرتك عليها. بالظبط بتتغير طبقا لايه وبتتغير ازاي؟ هو ما فيش شك اي مدير فني بيحط الشكل الاداء بتاعه يعني بيدرس طبعا المنافس وبيحط الخطط الدفاعيه والخطط الهجوميه طبعا. دي انما في النهايه اللاعب بيأدي بشكل فردي يعني، لان في خطط دفاعيه فرديه مهم جدا اللعيب لازم يجدها، مثلا موقف واحد ضد واحد، التمركز، الضغطيه، سرعه رد الفعل، قرايه الموقف وقطع الكور، ضربات الراس، مش عارف كل النقاط الفنيه دي بتتجمع كامكانيات عند اللاعب، وبيقدر بقى المدرب بامكانياته ان هو يربط الاداء الفردي بتاع اللعيبه بالشكل الجماعي اللي هيقدر يلعب بيه. وطبعا ما فيش شك كل ما زاد المستوى الفردي للاعبين اكيد دي بتسهل من ان المدرب يقدر يحط خطط جماعيه للفريق، سواء في الاداء الهجومي او الاداء الدفاعي، دي بتسهل له كتير قوي ان هو يقدر الكلام النظري اللي بيتقال دوت يقدر هو يطبقه في الملعب، اللعيبه بامكانياتها تقدر تطبق ده في الملعب. فما فيش شك المدرب اللي بيبقى عنده فرقه كبيره وامكانيات لعبتها كويسه يقدر بقى حتى يعدل في الشكل التكتيكي، يغير في الشكل التكتيكي، بيبقى عنده مرونه يغير في التشكيل حسب امكانيات الخصم وحسب الهدف من المباراه. هي دي دايما حتى زي ما احنا بنلاقي دايما يعني المدرب اللي هو بيبقى عنده حظوظ انه يدرب فرقه كبيره ولاعيبه فرقه امكانيات كبيره اعتقد بيبقى يعني عنده فرصه كبيره ان هو يحقق تاريخ ليه. طيب احنا لسه طبعا حديثنا مستمر مع حضرتك كابتن محمود، وعايزين نعرف برضو من وجهه نظرك في الدوري الموسم الحالي، عايزين نشوف كده حضرتك مين شايف مميز او متميز من اللعيبه كمان بالدوري اللي فات، بس بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع. نرجع مع حضرتك كابتن محمود، وزي ما كنا بنقول دلوقتي احنا عندنا دوري الموسم الحالي والموسم اللي فات، من حضرتك بترى ان هو لحد دلوقتي يعني رجل المباراه، رجل الدوري لحد دلوقتي في الست مباريات؟ اعتقد علي معلول. علي معلول، انا كنت متوقع ان حضرتك هتقول كده فعلا. بالظبط. يعني هو فرق يعني مستواه ثابت الحقيقه، مهم جدا الاستمراريه في الاداء الجيد. هو الحقيقه يعني دي موجوده عنده كل المباريات بيأديها بشكل جيد الحقيقه، ودايما بيبقى يعني ليه دور كبير قوي في فوز الاهلي. ولو قارنا بالدوري اللي فات؟ الدوري اللي فات في محمد الشناوي، قفشة، اعتقد دول ممكن يكون السولية الحقيقه قدم موسم كويس، واعتقد احرز 7 اهداف في الدوري، يمكن يعني عنصر التهديف ده زاد عنده، مهم جدا اللاعب يطور من ادائه صحيح ويبقى ايجابياته اكتر مع الفريق، يعني دي احراز الاهداف يعني. ومين حضرتك بتعول على برضه تالقه في الدوري الحالي غير علي معلول يعني؟ في إليو ديانج الحقيقه، اعتقد السنه دي هيبقى في موسم يعني في احساس كده ان هو هيبقى عنده طفره في هو يعني الفتره اللي فاتت ما فيش شك مستواه اتحسن بشكل كبير، واعتقد هيبقى ليه دور كبير يعني في الموسم ده ان شاء الله. جميل.
تمام. يمكن كهربا برضو كان اداؤه ممتاز كم مباراه الاخيره دي حقيقه، هدف الدوري كهربا 4 اهداف. احنا كنا بنتكلم من كام لينك فات عن تحليل كده للنادي الاهلي ونقاط القوه اللي فيه، وبناء وبموجب هذا التحليل اتضح للجميع ان النادي الاهلي هو بالفعل زي ما زميلنا فاروق كان بيقول من شويه يغرد منفردا في القمه. فكره التغريد بشكل منفرد في ظل وجود منافسين برضو اقوياء، هل القوه دي جايه من كواليتي اللعيبه ولا كواليتي الجهاز الفني ونوع التوجيهات؟ يعني ايه سر تفرد النادي الاهلي وتالقه في الفتره الاخيره بشكل ثابت الحمد لله؟ هو طبعا كل الفرق الكبيره بتلعب على بطولات زي النادي الاهلي، ما فيش شك لازم العناصر كلها تبقى يعني متكامله. طبعا ما فيش شك، والتعاون ظاهر وكل واحد عارف دوره المحدود ايه اللي بيأديه، دوره اللي بيأديه ودوره المساعد للجانب الاخر. يعني اداره دورها ممثلة يعني برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ايه الدور اللي بتعمله وايه الدور المكمل للجزء، يعني التدخل في جزء شغل المدير الفني، التدخل مع اللاعبين، مهم جدا التعاون ده يكون موجود وروح الجماعة تكون موجود. ما فيش شك دي متوفرة في النادي الاهلي، ادارة بتوفر كل، يعني 70-80% الامور اي مدرب بيتمنى. يعني انا بعتقد ان كانت يعني موسيماني اعتقد دي يمكن حقق امنيه كبيره ليه، كان يتمنى يحققها انه فعلا يبقى مدير فني للنادي الاهلي، واعتقد وجيه هو كان على مستوى هذه المسؤوليه ما فيش شك. يعني طبعا اللاعبين حضرتك ذكرت دور اللاعبين واكتمال اللاعبين والروح التعاون الموجوده جوه اللاعبين والاهداف واحده والاتجاه واحد في تحقيق الهدف، كله بيمشي في مسار واحد، مفيش حد بيعطل حد. يعني دي نقطه مهمه، يعني امتى يتدخل مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير الكوره مع الجهاز الفني، دوره معروف دوره ايه، والدور اللي هو الجزء اللي يتعاون فيه مع يعني دي في نقط لازم كله بيجتمع فيها، وفي نقط حاجه شخصيه انا شغل الشخصي بعمله، انما ما اعملوش وسلام عليكم وامشي. لازم انا محتاج حضرتك ومحتاج برضو الاستاذ كريم مثلا، استاذ كريم بيعمل شغل وحضرتك نهاوند بتعملي شغل، انما في النهايه لازم يكون في تعاون موجود. واعتقد دي بقى يعني يمكن في اوقات النادي الاهلي كمستوى فني ممكن صعوبه يحقق بطوله محليه او على بطوله القاره، انما العناصر الاخرى المتوفره دي دايما فيه بتخليه يتفوق على الفرق الثانيه، حتى لو في يعني في توقيت معين او في توقيت بسيط في تفوق فني بالنسبه مثلا الزمالك منافس محلي او فرقه في افريقيا، بس العناصر الاخرى دي ما بتجتمع وروح الفريق بيجتمع، ودي اعتقد دي ده ما يميز النادي الاهلي عن الفرق. يعني في اوقات كتير قوي ممكن لو تقييم فني بس ممكن النادي الاهلي شايفين صعب يحقق البطوله، انما هو بيحققها. اعتقد دي طبعا الروح الموجوده. انا بتفق مع حضرتك اكيد، والفكره هنا وده اكد عليه موسيماني، بنتكلم ان الاهلي باللي موجودين او بمن حضر، يعني الكلمه الشهيره طبعا كلنا عارفينها، لان اداء الاهلي لم يختلف حتى مع الاصابات الكثيره او الغيابات اللي كانت موجوده مؤخرا، احنا شفنا برضو اداء متميز وشفنا فوز في النهايه. هروح مع حضرتك تقريبا لاخر سؤال لان الوقت بيجري، وخاص بحراسه المرمى. البعض قد يرى من النقاد الرياضيين ان الاهلي طبعا لديه افضل حارس تقريبا في الوطن العربي هو محمد الشناوي، ولكن ماذا اذا اصاب مثلا محمد الشناوي اي اصابه او اي امر طارئ؟ يعني حضرتك بتتوقع مين اللي ممكن يحل محله؟ هو طبعا مع علي لطفي ومعاه مصطفى شوقي اكيد. في نقطه مهمه جدا يعني خاصه بالناحيه اللاعبين، لازم اللعيب يكون عنده طموح انه ينافس اللاعب اللي بيلعب بشكل اساسي، ما يجيلوش احباط بيقول لك اصل انا ما بلعبش، انا ما بحبش الكلام ده، كان يعني يطلع حد يتكلم او لعيب يقول لك اصل انا ما بلعبش ونفسيتي. بالعكس بالعكس، انا بشوف اللعيب لما يبتعد او يبتعد عن اللعب بشكل اساسي ده هنا اهو لازم يكون حماسه والاراده اللي عنده تكون اقوى ما بيكون بيلعب بشكل اساسي. يعني ما يعني بالعكس، ممكن قد يكون اللعب بشكل اساسي يديك نوع من الاطمئنان شويه، الارتياحيه شويه. المشاركه كابتن محمود في المباراه، المشاركه في المباريات برده مهم، يعني علشان طبعاً يعزز الثقه، يخلي برده الاداء افضل، يبتدي النظر يروح ليه. ويمكن ده اللي حصل بين شريف اكرامي ومحمد الشناوي، لما محمد الشناوي بدا ان هو كمان يكون اساسي في بعض المباريات اللي كان فيها غياب لاكرامي، ابتدى النظر يجي لمحمد الشناوي، ومن هنا بدا التالق بتاع الشناوي. يعني ده اللي انا بتكلم فيه. وبرضه لو القعده طولت وارد جدا الحماس يقل ويفطر.
بالنسبه انا مش بتكلم بقى على حراسه المرمى عموما، فكره ضد تحت اي ظروف ان اللاعب مهما طولت القعده لا، لان اصلا ممكن في لحظه لا قدر الله اللاعب يصاب مستواه يقل شويه، لازم انا احسس الجهاز الفني ان انا قادر، يعني فيهم ثقه فيا، ازرع الثقه جواهم، ده بادائي في التدريبات واذا كان بلعب ماتشات وديه. فانما دي ده 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 دور اللاعب اللي هو بديل، لازم طول الفتره هو في اعلى مستوى ليه، ولازم احسس اللاعب الاساسي ان انا ندي ليك. دي بقى دي هتخليك برضو ممكن تديك فرصه للعب، وفي نفس الوقت هترفع او تخلي اللاعب الاساسي يحافظ على هذا المستوى. واللاعب الاساسي لما بيحافظ على هذا المستوى والنديه تزيد، دي هتخليني برضو في الحالتين مصلحه، انا هعلم لازم اعلى المستوى. صحيح. فدي كانت واعتقد دي ظاهره كانت موجوده بين الكابتن اكرامي والكابتن الله يرحمه الكابتن سيد رحمه الله. ده دور اللاعب البديل، ودور الجهاز الفني بقى لازم ارفع اهتم. يعني انا جت في ذهني حاجه، دور ريفي ده كان مدرب بيدرب منتخب انجلترا وجه دربنا في 84، قعد فتره صغيره الحقيقه، ما كملش لظروف اسريه يعني. انما انا فاكره كان بيجي قبل التمرين، وبتبقى مواعيد اللعيبه المصابه قبل التمرين، كان يجي قبل التمرين ويقعد ويتابع التدريب ويرفع من معنوياتهم. ده دور لازم انا برضو ادي الثقه كجهاز فني لكل اللاعبين، واديله امل انه ممكن يكون متواجد في اي وقت، ولما الاقي فرصه ان انا اشجعه اديله فرصه اشجعه. صحيح. فيعني انا يعني احيانا انا كلاعب بمستواي وانا بديل ومستواي ما بيكون بيرتفع، انا بجبر الجهاز الفني ده يفكر فيه انه يديني ماتش يديني ماتش. فهي هي في توازن بين الجهاز الفني وبين اللاعبين. انا اعتقد يعني واامل اكيد ان ده ممكن يحصل فعلا في الفتره اللي جايه، يبقى في برده يعني مشاركه من نتكلم هنا علي لطفي ومصطفى الشوبير، وهما الاثنين اكثر من رائعين، هما يعني بصراحه. وكمان لو حضرتك هتقول واتكلمت عن روح التنافس، انا بشوف كمان ان روح التعاون ما بينهم كويسه جدا يعني، ولمسنا ده كتير في مواقف مختلفه يعني سمعناها واتحكت. فنتمنى خير ان شاء الله لكل الفريق. احنا للاسف وقتنا في الفقره دي يعني انتهى، يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا، اسعدتنا والله بوجود حضرتك، وان شاء الله نقابلك مره ثانيه على خير عن قريب باذن الله.